يقول كيف الفرق بين الاسم والصفة يعني الإلهيين، والفرق بينهما أن الاسم يدل على الذات وعلى كمال متعلق بها، فهو يدل على شيئين، أحدهما الذات الإلهية والآخر كمال تعلق بذلك بتلك الذات. وأما الصفة فإنها تدل على كمال متعلق بالله عز وجل فقط. فمثلا إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، كان الله والرحمن الرحيم أسماء لله لأنها تدل على ذات الله وتدل على كمال تعلق بذاته من الألوهية والرحمة. وإذا قلنا الرحمة قيل هذه الصفة لأنها تدل على كمال، وذلك الكمال يضاف إلى ذات الله سبحانه وتعالى، فقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة